بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الزيارة للسيد الوالد صلاة على نفسي ونيابة عن المؤمنين الذين حرموا من الزيارة بسبب ذوي العقائد المنحرفة، فأرجو أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. بسم الله الرحمن الرحيم. عظم الله أجر المؤمنين والمؤمنات باستشهاد الولي الصالح والعبد الفاني السيد الوالد بن نجدين تقدست أسراره، وأستغل هذه الفرصة بعيدا عن من أبغضنا على الصدر وعن من غالى في حبنا على الصدر، فأقول إذا قال لي الله تعالى أأنت قلت اتخذوني إماما، فأجيب سبحانك يا ربي ما يكون لي أن أقول ذلك، ما يكون لي أن أقول ذلك، إن قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، بل كل من ادعى أن الإمام المهدي فهو عدو الله وعدو آل الصدر وعدوي على وجه الخصوص، بل وكل من خذلني بإبعاد هذه الشبهة عني ولم يقاطعهم فهو ليس مني في شيء إلا إذا تاب وأصلح واتقى، والله يحب المتقين ولا توبة للمدعين. وإن قال لي والدي أأنت ادعيت بأنك الإمام المهدي، فأجيبك يا سيدي ما كان لي ولا ينبغي لي ولا يحق لي ذلك، فإنها لكبيرة وفيها ظلم عظيم للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، وكل من ادعى أني من الإمام المهدي فهو عدوك وعدوي وليس من أتباعنا على الصدر. سيدي إن اعتزلتهم وما يدعون لأنهم غير مستحقين لوجودنا بينهم ومعهم، ولم يدعي ولمن يدعي بأنني المصلح الأمين أقول لا تشوهوا وجه الإصلاح والمصلحين، فما أريد أن أكون جبارا في الأرض وما أريد أن أكون من المفسدين ولا مع الفاسدين، لا في داخل التيار ولا خارجه، وما أكثر فسادا أن يدعي الفرد الإمامة، وما أكثر فسادا أن تدعونني ذلك، فإن رضيتم بي قائدا إصلاحيا غير مجتهد ولا معصوم ولا إمام فأهلا بكم، وإلا فهذا فراق بيني وبينكم إلى يوم الدين. ثم أريد أن أنوه أن الحرب السياسية مع الفاسدين قد تحولت إلى حرب عقائدية، فهذا ديدن الفاسدين والمنشقين وتدعمهم أيادي خارجية. شكرا لكم.